الحوار بين الأديان. فكان عندنا هم أول شيء ولو بطريقة كتير مختصرة عن مهام هذا المؤتمر. دعوة بأي سياق إجت ومن يحاور من ولماذا حوار الأديان. هذه المؤسسة التي تدعو سنوياً لمؤتمر حوار يتصل بالأديان إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، ولكنه يمثل جميع الأديان تقريباً الموجودة على هذه الكرة الأرضية، والهدف منه هو التعارف، لأن الكثير من أتباع الديانات لا يعرفون تماما زملائهم من أتباع الديانات الأخرى، وهو مؤتمر يجري تحت عنوان السلام بين الأديان، وبالتالي المقصود منه السلام العام، لأن من الملاحظ أن الأديان تتحول أحيانا إلى أدوات للفتنة وأدوات للصراع بين شعب وشعب أو بين دولة ودولة أو داخل دولة وضد بين طائفة وأخرى وبين مذهب وآخر. هذا المؤتمر هو محاولة للتركيز على بعد السلام الذي تحتويه جميع الأديان، وهو بذلك يحقق أغراضه وإن كان ببطء، لأنه كما تعلم يعمل على مستوى العالم كله تقريبا، ولكن لما لا شك فيه أن له آثارا جيدة وآثار بناءة في الدول التي يقام فيها هذا المؤتمر. نعم. عشرات إذا مش مئات. نعم. الإشكالية اللي دائما تنطرح، طيب إذا الحوار بين الأديان، الأديان في شيء مشترك من الإنسانيات والدعوة إلى السلام والتصالح إلى آخره، طيب ما في شيء الكل متفق عليه، بس الإشكاليات الأساسية اللي عم تحكم التناقض بين الأديان ما توصل لحل، لما توصل لمفاهيم مشتركة أوسع وأشمل. يعني دائما منروح بالعموميات، الكل يحب السلام، الكل يدعو إلى التسامح، الكل، بس عمليا على الأرض بالمفهوم العملي الاجتماعي السياسي التناقضات قائمة وكبيرة. ولعل هذا السبب الذي يدعو إلى إقامة مثل هذه المؤتمرات، أنه يوجد اختلافات ويوجد أحيانا تناقضات، وهذه ليست هي المشكلة. المشكلة هي في إدارة هذه الخلافات وفي الحوار حولها، وهذا ما يؤكد أن الخلافات التي نتخيلها هي أقل بكثير من الخلافات أو من التناقضات التي نتصورها بين الأديان. ثم إن يعني العقائد، نحن لا نهتم بأن يحاول طرف من الأطراف أن يجلب الأطراف الأخرى إلى عقيدته، نحن نطالب أن يبقى كل فريق على عقيدته
وأن نلتقي بهذه المساحة المشتركة التي هي أوسع بكثير من مساحات الاختلاف. وغالبا فإن مساحات الاختلاف ليست أخلاقية وإنما هي لاهوتية، وبهذا المعنى نحن لا نجد أن في هذا ضيرا على هذه المجموعات وعلى اللقاءات التي تحصل، إذ لابد من الخلافات اللاهوتية والتعرف أيضا. لابد لي كمسلم أن أعرف شيئا عن العقيدة المسيحية، عن العقيدة البوذية، عن العقائد الهندوسية، عن كل العقائد الأخرى. المقصود هو التعارف، وليس المقصود هو حل الخلافات اللاهوتية بين هذه الأديان. قد تستمر هذه الخلافات، ولكن تستمر في جو من الأخلاق ومن التفهم والتفاهم والإحساس بالقربة، القربة بين أتباع هذه الديانات، واكتشاف مساحات مشتركة جديدة. يوجد مساحات مشتركة معروفة، ولكن دائما هناك بحث أيضا عن مساحات مشتركة جديدة، وبالأخص عندما يتعلق الأمر في موضوع السلام، لأن السلام هو قضية البشرية كلها وليست قضية الأديان. ولكن لوحظ أن الأديان وأن رجال الدين إلى حد ما يستطيعون أن يلعبوا دورا مهما في وقف هذه الفتن التي ترتكب باسم الدين أحيانا، وخصوصا في المجال السياسي، حيث يتحول الدين إلى واسطة أو إلى وسيلة من الوسائل عند كل طرف من الأطراف للاستغلال. وبهذا يحاول المؤتمر أن ينتزع هذه العناصر، عناصر الاستغلال لدى أتباع الأديان الذين يعملون في الشأن السياسي أو في الشأن الدولي، لكي لا يبقى الدين ذريعة ووسيلة من أجل إزجاء هذه الصراعات التي نعاني منها سواء في الشرق أو في الغرب. الأديان والطوائف من خلال هاي المؤتمرات واللقاءات اللي بتصير يلعبوا دور عمليا، عم يتخطى حدود صلاحيتهم، لأنه هالمهمات اللي عم تنطرح هي مهمات مفترض حكومات أنها تطرحها وتجاوب على هذه الأسئلة، خاصة وأنه ألمانيا وأوروبا هم دول عمليا ليس للدين موقع في أخذ القرار، بينما المؤتمرين غالبيتهم من العالم الثالث بالعكس، يعني حكوماتهم غائبة، وبالتالي في دور للأديان والطوائف في التدخل في مواضيع كثيرة، إن كان اجتماعية، إنسانية، سياسية، اقتصادية إلى آخره. فشو الجدوى من الموضوع؟ يعني هل أوروبا تستدعي ممثلي الأديان والطوائف من أجل إقناعهم في المنظومة المدنية في الواقع أن المؤتمرات التي تنعقد في هذا المجال ليس بينها وبين العلمانية أي خصومة في الواقع، وليس بين العلمانية والأديان أيضا، ليس لدى المتدينين خصومة في هذا الذات. ونحن نريد أن نقول أن التدين والعلمنة
هما أمران يتجاوران ويتفقان، وهذا ما تنكره بعض الأفكار أو بعض الأصوات الدينية والتي تحاول أن تجعل من العلمانية عدوا للدين أو الدين عدوا للعلمانية. وبالتالي فإن اهتمام المؤتمر هو اهتمام تعارف أكثر مما هو الاهتمام بالقيام بمصالحات دولية أو بمصالحات دينية، إنه إشاعة التعارف الذي يمكن أن يؤثر وأن يعطي تأثيرا بالغا لدى المتابعين في تفهم إشكالية الدين والعلمانية. وفرنسا وألمانيا كما تفضلت دول علمانية، ولكنها في الوقت نفسه دول يوجد فيها مؤمنون ومتدينون، وبالتالي يوجد فيها إشكاليات دينية بين أتباع الديانات المختلفة. فكل العالم هو بحاجة إلى هذا النوع من النشاط الذي يفضي إلى شكل من أشكال التصالح والتسامح والفهم المشترك بين هذه الأديان، ولا يتدخل في شؤون السياسة بصورة مباشرة، ولكنه يعتقد بأن تفهم الأصيل للدين ولأهداف الدين وللمساحات المشتركة من الدين هي بطريقة غير مباشرة مؤثرة تأثيرا بالغا في الشأن السياسي نفسه، كما أشرت قبل قليل. يعني السياسة التي تجعل من الدين أحيانا ذريعة سواء عندنا في الشرق أو في الغرب أيضا، يعني في أديان في أحزاب دينية في أوروبا، في ألمانيا في يوجد أحزاب، وعندنا يوجد أحزاب دينية أيضا، وهذه الأحزاب الدينية نريد أن نسحب منها ما نسميه بالذرائع، ذرائع الخلاف التي لا جدوى منها ولا أهمية لها، لأن مجالات اللقاء والوفاق هي المجالات الأوسع. وبالتالي نحن نريد أن نكرس فكرة يعني فصل العلاقة بين الدين والدولة، وأن الدين لا يصح أن يكون أداة من الأدوات السياسية في المجتمع. السياسة أدواتها معروفة، هي العمل في المجال الاجتماعي وفي المجال السياسي وفي المجال، أما الدين فإنه يتجه إلى تربية الكائن الإنساني، إنه يركز على بناء الإنسان. وفيما لو حصل أن الدين لعب دوره في هذا المجال، سواء كان دينا إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا، فنحن نعتقد أنه يسحب الذرائع كثيرة من العداوات المصطنعة، وخاصة بين الشعوب التي لم تتوصل بعد إلى الوعي الكافي لأن تسحب مثل هذه الخلافات وأن تقيم علاقات جديدة فيما بينها وبين بعضها الآخر. العالم العربي
حضرتك أحد الممثلين. طب عم يحملوا يعني في هموم حاملينها أكبر بكتير من الدور اللي عم حضرتك عم تحاول تقول وتوجه بأي اتجاه لازم يكون دور الدين وفصله عن السياسة. في هموم بيحملها رجال الدين في العالم العربي مثلا تتخطى هذه المسؤولية. بيحمل مسؤوليات العلاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، حتى موضوع الإرث، موضوع الزواج، موضوع الطلاق، موضوع يعني في إشكاليات عملية بده يحلها رجل الدين من هذا العالم اللي نحن منه. بينما رجل الدين في أوروبا ماذا يقول في إشكاليات عندما تطرحون أو هم يطرح؟ طيب شو علاقتكم كرجال دين إن كان مسيحيين أو مسلمين في بلدانكم اللي بتتدخلوا في شؤون يعني ليس فقط الدين ولكن الدنيا حتى بتنظيم علاقة الناس مع بعضهم؟ فما الرد في هذا الموضوع؟ ولوين بتروح هذا هنا بينكم وبينكم؟ يعني تقع الاختلافات وليس الخلافات بين الأديان، وخاصة المثال الذي ذكرته حول الأحوال الشخصية عند المسلم تختلف عن الأحوال الشخصية عند غير المسلم. هذه مسألة لا تستدعي أي صورة من صور النزاع والخلاف. يمكن للمسلم أن يمارس قوانين الأحوال الشخصية في مجتمع مدني مع العلماني الذي لا يمارس هذه الأحوال الشخصية، وليس عندنا الكثير من الأشياء المختلفة في هذا المجال. لأنه إذا أخذنا مثال الزواج المدني مثلا، أنا أذكر أنه طرح هذا الموضوع أكثر من مرة عندنا في لبنان، وأن الكثير من الناس استغلوا هذا الأمر واستثمروه من أجل العصبيات المذهبية الموجودة. فمنهم من حرم وكفر وقال ما لا يقال في هذا المجال، ومنهم من لا يرى أن الزواج المدني هو زواج يختلف عن الزواج في الشريعة الإسلامية. وأنا كنت من القائلين بهذا الأمر، وأن الزواج هو عقد بين طرفين ككل العقول التي تقع بين طرفين. لا يجب أن يقع في الكنيسة أو في المسجد أو بإشراف رجل دين، يمكن أن يقع بين طرفين أحدهما يوافق على الزواج من الآخر، وبالتالي هناك أنظمة الإرث التي ربما كانت بعض الأديان التي لا يوجد فيها تشريعات بموضوع الإرث تأخذ الشريعة شريعتها من الإسلام، من الإرث في الإسلام كما نلاحظ. يعني لو رجعنا إلى الأحكام الشرعية، الأحكام المدنية لموضوع الإرث، لوجدنا أنها مستلهمة ومستلة من الأحكام الشرعية في هذا المجال. إنه لا يوجد خلافات كبيرة، ويوجد إمكانية لتحمل هذا النوع من الاختلافات الشكلية في هذا المجال. أنت رجل دين ولك مواقف متميزة جدا واضحة بمفهوم بعلاقتك بالفقه والعلاقات بين الأديان والدين والمدني وإلى آخره. هل دعوت صراحة وبشكل مباشر
إلى فصل الدين عن الدولة في أزمتهم؟ إيه طبعاً أنا دعوت. أو هذا طرحها غيرك مثلاً؟ هل كان في تجاوب؟ إيه طرحته، وبطبيعة الحال هناك متجاوبون كثيرون وهناك غير متجاوبين مع هذا الطرح، وإن كانوا يعني يحاورون. يعني يوجد عندك نوعيات من المعاندين في هذا الموضوع إلى درجة يرفضون الحوار في هذا الموضوع، فصل الدين عن الدولة. ولكنني ألاحظ أنه منذ بدأنا ومن عقود عديدة نتكلم على ضرورة الفصل بين الدين والدولة، وأن لا يكون هناك دولة دينية، رأيت أن مجموعات كثيرة من الشباب المتدين أصبحوا يفهمون ويتفهمون هذا الموضوع، وبدأ بعضهم يكتب في هذا المجال، ولا شك أن فصل الدين عن الدولة هو حفاظ على الدين أكثر مما هو حفاظ على الدولة، وهذا ما شرحته في المؤتمر نفسه الذي كنا فيه، وهذا كان موجه للمسلمين أكثر منه للمسيحيين، أن الدولة في تاريخ الإسلام أساءت للإسلام، أساءت للإسلام، وأن سلسلة السلطات التي حكمت باسم الدين كانت تسيء للدين وتسيء للدولة أيضا فيها. فنحن إذا أردنا أن نصلح الدين وأن نصلح الدولة معا لا يمكن إلا أن نفصل بينهما، وأن نفصل بين هذا المزيج الذي يجعل من الدين مصدرا للسلطة. الدين ليس مصدرا للسلطة، الدين هو عقيدة، ومصدر السلطة هو الناس، هو العالم، هو الدولة، هو الشعب، هذا مصدر السلطة. السلطة هي عقد اجتماعي تماما، يعني كما يقول جاك روسو بهذا الموضوع اللي نظر لموضوع هو عقد اجتماعي بين مجموعة من الناس وبين بقية الشعب، فيكلف هؤلاء الناس المجتمعين وهم نواب ووزراء وما هنالك بقضايا قيادة الدولة، ووفق ما يتفق عليه، وفق الدستور المتفق عليه بينهم وبين الشعب. هذه هي مهمة الدولة، وبالتالي لا يجوز أن يكون هنالك من يدعي، سواء كان شخصا أو حزبا، أنه هو الذي يحكم بسم الله على الأرض. وهذا تاريخيا موجود فعلا، موجود في الكنيسة، في العصور الوسطى وقبل العصور الوسطى كان الحكم الملك يحكم بسم الله على الأرض، يعني هو يمثل إرادة الله على الأرض. أكاد أقول أنه كدنا نحن المسلمين أن نقع في نفس الخطأ عندما أعطينا للخلافة أو للخليفة هذه الصلاحيات الكبيرة، وقد صدر من كل هؤلاء الخلفاء أو من أكثرهم ما يدل على أنهم هم يتكلمون باسم الله على الأرض، وهذا في رأيي هو ضرر يقع على الدين ولا يقع على الدولة فقط. لا شك أن الدولة متضررة، أن العدالة متضررة، ولكن المتضرر الأكبر هو الدين. فلكي نخلص الدين من هذه العلاقة يجب الفصل بينه وبين الدولة.
وجهتك نظرك إن كان من المؤتمرين أو من خلال مطالعاتك ومتابعاتك جانبا عن المؤتمر؟ أنا أستطيع يعني القول بكل أسف أن العالم العربي لا يوجد فيه لا دولة دينية ولا دولة علمانية، ويوجد فيه هذا المزيج من الدين والعلمنة، ولكن على نحو يثير إشكاليات كبيرة، بحيث هنالك فشل في الحلول الدينية للمشكلات وفشل في الحلول العلمانية للمشكلات. نحن مثلا إذا أردنا أن نتكلم على صعيد الوطن الصغير لبنان، لقلنا أنه ما هو النظام في لبنان؟ هل هو نظام ديني أم نظام علماني؟ هو في الواقع نظام علماني، بمعنى أن الشريعة مصدرها مجلس النواب، مصدرها البشر، ولكن في الوقت نفسه السلطة موزعة على الطوائف. فماذا نقول في نظام كهذا؟ إنه نظام مشبوه، لا هو بالعلماني ولا هو بالديني. وكذلك الدول الأخرى التي تعلن بأن الدولة هي بأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام مثلا، هو مجرد تونس كمثال. نعم، تونس كمثال، تونس وغيرها دولة في هذا الموزعين، إنه دين الدولة هو الإسلام. أكثر الدول تعلن أن دين الدولة هو الإسلام، لكن عمليا هو لا هو الإسلام ولا هو العلمنة. يعني هناك خلط بين الأمرين، وهذا ما يسيء أكثر فأكثر لفكرة قيام الدولة الحقيقية ولمجالات التقدم التي نقر جميعا، سواء كنا متدينين أو غير متدينين، نقر جميعا أننا نمر في فترة من فترات التخلف، خصوصا عندما نقارن بين إنجازاتنا وإنجازات الغرب وإنجازات بعض الدول الشرقية أيضا. يعني هناك نوع من القصور، وهناك نوع من فقدان المشروع الإبداعي الذي يستطيع أن يمزج بين حقوق الفرد الدينية وبين حقوقه المدنية الاجتماعية، على صعيد كونه عضوا في مجتمع سياسي. هناك تخلف لا شك، والمزج بين الدين والدولة يزيد من هذا التخلف ويتركنا في مراوحة دائمة، ويجعل منا مجرد أتباع إما للشرق أو للغرب أو لأي جهة معينة. عقد في لبنان على الأقل، تمنقول بالعالم العربي، لأنه لا يحتمل الموضوع. مع الأسف أنه في العالم العربي المؤتمرات صعب أن تنعقد إلا إذا كانت الحكومات هي التي تريد أن تنعقد هذه المؤتمرات، ولكن في لبنان أعتقد أنه يمكن أن ينعقد في لبنان، وسنحاول أن نعقده في لبنان، إن لم يكن السنة القادمة فالسنة التي بعد السنة القادمة. هذا اتفق عليها ولا؟ يعني تكلمنا حولها، وطبيعة الحال المؤتمرون ليس عندهم أي مشكلة في أن يكون المؤتمر في لبنان، بالعكس هم يحبون ذلك، وخصوصا أننا وضعناهم في الأجواء الموجودة في لبنان. يعني عادة الصورة البعيدة
هي صورة سوداء ومشوهة، أما الصورة القريبة فهي التي تعطي الانطباع الصحيح عن أي بلد من البلدان. مثلا يوجد المؤتمر القومي العربي، يوجد المؤتمر القومي الإسلامي، هذين المؤتمرين وأنا عضو فيهما معا، لم ينعقدا إلا في لبنان لحد الآن، ومرة انعقدوا في المغرب أظن. وطبعا السبب في ذلك هو حكومات هذه الدول، ونحن الحمد لله لدينا من الحريات ما يسمح لنا بعقد هذه المؤتمرات، وإن كنا كما يقول الرئيس الحص أن حريات أكثر ما أن ديمقراطية.